كيفاش يمكن لي نزيد التفاعل على القناة ديالي، وكيفاش يمكن لي نزيد في المشاهدات على القناة ديالي. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء الأوفياء متابعي قناة خالد تيب، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كيفاش يمكن لي نزيد التفاعل على القناة ديالي؟ زيادة التفاعل على القناة يساوي زيادة المشاهدات وزيادة المشتركين. باش يمكن لك أنك تزيد التفاعل على القناة ديالك، غادي نطرقوا لبعض المسائل اللي غادي نعطيها لكم كإفادة وغادي تساعدكم إن شاء الله في زيادة التفاعل على القناة. أول شيء يساهم في زيادة التفاعل على القناة هو أنك خاصك دير واحد الحلقات الخاصة بالبث المباشر، حلقات البث المباشر. أكثر الفيديوهات اللي كتقترح في منصة اليوتيوب واللي كيكون عندها نسب اقتراح كبير وهي البث المباشر، وهذا عن تجربة شخصية. يعني ملي كنديروا الحلقات الخاصة بالبث المباشر، اليوتيوب يقترح هذا البث بشكل كبير. علاش؟ لأن كتكون فيه نسبة ديال المشاهدة طويلة. يعني انت مثلا كدير بث مباشر ساعة او ساعتين او ثلاثة ساعات، يعني هكذا اي واحد ولو يدخل معك في الفيديو خمس دقائق او ستة دقائق يساهم اول شيء في زيادة المشاهدة على القناة، وكذلك في زيادة الساعات على القناة وزيادة التفاعل على القناة. يعني ملي كيدخل وكيدير لك الكومونتير في القناة ديالك، وهذا ما يزيد التفاعل على القناة. ردوا بالكم، البث المباشر مهم جدا، لابد انني نحاول نخدم على البث المباشر لانه فعلا كيطلع القناة وكيعاون القناة. يعني اللي عنده الوقت واللي عنده الفراغ يحاول يشتغل على البث المباشر. كذلك الناس اللي عندهم منتدى، القنوات اللي عندها منتدى وهام له، يعني ما كتخدمش على المنتدى، ما كترفعش فيه حتى فيديو، ما كدير فيه اي بوست، ما كدير فيه اي استطلاع راي، لابد انني نخلق واحد الوسيله تواصل مع المتابعين اللي عندي في القناه باش يتزاد التفاعل كالتشاور مع المتابعين ومع المشتركين في القناه. كمثلا نسولهم اي وقت بغيتو ننزل فيديوهات، اي موضوع بغيتونا نطرقوا ليه ان شاء الله في المستقبل، استطلاعات راي في بعض المواضيع اللي انت ما عرفتيش واش تسبق هذا الموضوع او لا هذا الموضوع. شكر بعض المتابعين اللي مثلا دائما كيتابعوك في القناه. يعني هكذا كنوظف المنتدى باش انني نزيد التفاعل على القناه. يعني ضروري هادو جوج حوايج نركز عليهم لانهم فعلا كيساهموا في زيادة التفاعل على القناة. بالإضافة هناك أمر آخر يساهم في زيادة التفاعل على القناة هو الإجابة على التعاليق. ضروري أنني نحاول نجاوب على التعاليق. مثلا أنا في القناة ديالي كيدخلوا لي تعاليق لي تقريبا كثيرة جدا، يعني بعض الأحيان كدخلك 200 تعليق في اليوم، 300 تعليق، ولكن باش انني نجاوب عليها يوميا ما كنقدرش نجاوب عليها يوميا، ولكن اخصص تقريبا ساعة في يوم، بعض الاحيان يومين، واجيب على الاسئلة واجيب على التعاليق. يعني ضروري اي واحد انه يتفاعل مع المتابعين اللي عنده ويجاوب على التعاليق ديالهم ويضيف داك زر ديال القلب، يعني باش هكذا كتزيد التفاعل على القناة ديالك بشكل سهل. كيبان لك انت الامر سهل، ولكن راه فعلا يزيد التفاعل ويساهم في تطوير القناة ديالك. بالاضافة الى بغيت نزيد التفاعل على القناة، نحاول انني نحترم ونضبط المواعيد لتنزيل الفيديوهات. الى كنت دائما كننزل الفيديوهات مثلا ثلاثة او لجوج في الاسبوع، الا الغالب الله مثلا جات شي ظروف صعبه وما قدرتش ننزل مثلا الفيديوهات. يعني ماشي نحاول ننزل واحد الاسبوع فيديو ونجلس مثلا شهر وننزل خمسه فيديوهات في اسبوع واحد، نحاول نمشي بانتظام.
يعني مثلا كننزل كل 3 ايام فيديو، كل 3 ايام ننزل فيديو، ماشي نبقى ننزل فيديو في اسبوع واسبوعين ننزل 3 او 4 وشهر ما ننزلش وشهرين ما ننزل، يعني هكذا حتى الخوارزمية اليوتيوب كتنساك والمتابعين كينساوك ويقدروا يخرجوا من عندك من القناة. هذا يساهم كذلك كما قلنا في زيادة التفاعل على القناة، بالإضافة واحد المسائل أخرى اللي كتساهم في زيادة التفاعل على القناة وهي شاشات النهاية والبطاقات، وكاين الناس اللي ما كيستعملوهاش نهائيا في الفيديو، وان شاء الله غادي ندير عليها حلقه خاصه كيفاش انكم تضيفوا البطاقات في الفيديو الخاص بكم وشاشات النهايه. شاشات النهايه تساهم في الابقاء على اي متابع في القناه ديالك، يعني مثلا اذا كان عندك الفيديو 5 دقائق وتفرج لك ديك 5 دقائق كامله، وفي نهايه الفيديو كتطلع له 4 الفيديوهات من الاقتراحات ديالك ومن الاختيار ديالك، كيضغط على احد الفيديوهات وكيبقى يتفرج فيها كذلك، ولا عجبو داك الفيديو وتفرج فيه كامل وعاود كذلك وصل حتى لنهايه الفيديو عاود كتطلع له شاشه النهايه، وهكذا اي متابع دخل القناه ديالك يقدر يتفرج لك في 5 6 الفيديوهات في دقه واحده، يعني هذا يساهم في زياده التفاعل، بالاضافه الى البطاقات اللي كتطلع في شاشه الفيديو. مثلا انا نعطيكم كمثال، هو دابا غادي يدوز لكم واحد العنوان ديال واحد الفيديو، ولا بغيتو تفرجوا فيه غادي تضغطوا عليه وغادي يدخلكم مباشره لذاك الفيديو، حتى هي كتساهم فعلا في زياده التفاعل على القناه. يعني اي فيديو خصوصا الا كانوا الفيديوهات مرتبطين او لا كنشرحوا نفس الفكره في فيديو على القناه، يمكن لينا نرجعوا المتابعين اللي عندنا ونقول لهم ها هو غادي يطلع لكم واحد الفيديو الرابط ديالو في شاشه الفيديو، ضغطوا عليه باش تشاهدوا تتمة الجزء او لا شي حاجه كنشرحوها على القناه ديالنا. هذا كذلك يساهم في زياده التفاعل على القناه. كذلك امر اخر يساهم في زياده التفاعل على القناه وهي قوائم التشغيل، يعني ملي كننظم القناه ديالي انا كندير ليها قوائم تشغيل، فيديوهات خاصه بالطبخ، فيديوهات خاصه بالخرجات، فيديوهات خاصه مثلا بالتسوق، فيديوهات عائليه، كننظم القناه ديالي بشكل سلس، يعني اي متابع دخل القناه ديالي دخل القوائم التشغيل كتجيه سهله باش انه يتصفح في القناه. مثلا القناه ديالك فيها 300 فيديو 200 فيديو او لا مثلا 5 سنين او 4 سنين وانت كتشتغل في اليوتيوب، يعني غيكونوا عندك العديد من الفيديوهات، باش اي متابع يدخل القناه ديالك دائما كتطلع له الفيديوهات الحديثه، ولكن انا باغي نرجع المتابع الفيديوهات القديمه، كيف ذلك؟ اقتراحات وقوائم التشغيل كتكون منظمه بشكل جميل، يعني هذيك العناوين الفرعيه اللي كتكون في قوائم التشغيل كتسهل على اي متابع انه يختار اي قائمه، وكل قائمه تحتوي على بضع فيديوهات اللي كيكونوا خاصين بداك المجال اللي كنهضر عليه، وهكذا كيتزاد التفاعل في القناه ديالي. المهم هاد النقاط حاولت انني نتيهم لكم وحاولت انني نوضحهم لكم لانهم فعلا كيساهموا في زياده التفاعل على القناه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنشكر اي واحد وصل معنا حتى لهاد اللقطه، واللي مازال ما دارش اشتراك في القناه كنتمنى انه يشترك، واللي مازال ما دارش لايك كنتمنى انه يدير لنا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونلتقي في فيديو قادم.